تزامنا مع بدء بوتين التهيئة السياسية لحشد الدعم الشعبي قبل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في مارس المقبل، وافق مجلس النواب الروسي على أكبر موازنة فيدرالية على الإطلاق تشير بنودها إلى زيادة الإنفاق بنحو 25% عام 2024، مع تخصيص مبالغ قياسية لآلة الحرب الروسية. وزارة المالية رجحت أن يصل الإنفاق إلى 411 مليار دولار في 2024، مع توقع عجز في الموازنة بنسبة أقل من 1% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. وبينما يعتبر الإنفاق الدفاعي أساس الموازنة القياسية، إلا أنه بحسب النائب الأول لرئيس مجلس الدوما ألكسندر غوكوف، فإنها ستوفر أيضا جميع الأموال اللازمة لضمان الالتزامات الاجتماعية للدولة. وكما تسير روسيا باتجاه رفع التأهب العسكري للبلاد ودعم الاقتصاد، يستمر الاتحاد الأوروبي في فرض عقوباته بالتوازي، حيث يعتزم التكتل فرض الحزمة 12 من العقوبات على موسكو، في الوقت الذي أظهرت بيانات رسمية استعادة الاقتصاد الروسي معدلات النمو بنسبة 5.5% على أساس سنوي في الربع الثالث بعدما سجل انهماشا في الفترة نفسها من العام الماضي. وفيما أشاد بوتين بالأداء الاقتصادي لبلاده في مواجهة العقوبات الغربية، يقول محللون أن الزيادة الهائلة في الانفاق العسكري مترافقة مع دعم الاقتصاد تؤدي إلى مشكلات أخرى من ضغوط تصاعدية مستمرة على الأسعار ونقص الأيدي العاملة. حول هذا الملف ينضم إلينا من القاهرة الدكتور أسامة مراد، الخبير في الاقتصاد السياسي. أهلا وسهلا بك دكتور مراد. أكبر موازنة فيدرالية على الأطلاق أمام مجلس الاتحاد، هل تعتقد أنه سيمررها رغم المبالغ القياسية المخصصة للدفاع؟ أعتقد أنها هيتم تمريرها أو هتمر برغم اعتراض الحزب الشيوعي، لأن الميزانية فيها جانبين، وهو جانب الإنفاق العسكري، لكن أيضا فيها زيادة في الجانب الاجتماعي. وما ننساش أن دي سنة انتخابات، وبالتالي الحكومة حريصة على أنها تأدي دورها. ويمكن المشكلة الغريبة اللي بتؤرق روسيا في الوقت الحالي هي انخفاض معدل البطالة، وبالتالي ارتفاع تكلفة العمالة، ودي لدولة عليها حصار ومفروض أنها في حرب طبعا مفاجأة، لكن ده معناه أن المواطن الروسي ما عندوش مشكلة يلاقي شغل، لكن طبعا بتعمل ضغوط تضخمية بشدة معروفة، لأن انخفاض معدل البطالة أقل من معدل معين بيأثر على البطالة يمكن أكتر من اختفاء سلعة من السلع. برأيك دكتور مراد، هل تخصيص هذه المبالغ للدفاع هو مؤشر على أن الحرب ما زالت طويلة؟ هي مؤشر على حاجتين. أولا أن الحرب طويلة، إعلان الموازنة وأنها بقت موجودة بكثافة في وسائل الإعلام بيقول، أو روسيا بتقول للعالم الخارجي أنا جاهزة وما تقلقوش خالص، أنا جاهز لطويل المدى وجاهز أحارب باقي الأعداء، لأن الحرب ممكن أن تتوسع في أي وقت كان. فالميزانية اللي محطوطة بتجهز أنها ممكن تبقى حرب طويلة وعلى عدة جبهات. طيب، روسيا أمام انتخابات رئاسية في مارس المقبل، يعني الكرملين يحاول حشد الدعم لبوتين، هل تساعده أرقام النمو المرتفعة، بعض المؤشرات اللي ذكرتها، أم أن نسب التضخم والبطالة المرتفعة يعني أيضا ستكون مصدر قلق للناخب الروسي؟ لا، هو لازم دايما ناخد بالنا في سياق الأحداث. في الدول الحديثة الديمقراطية، خلينا نسميها كده، القائد وقت الحرب صعب أنه لا يحصل على الأغلبية أو ينجح لما له من حشد وتأييد. ثانيا، هنلاقي ان بوتين نفسه بيستخدم الاقتصاد بطرق مختلفة. ففي الأول كان بيقول انه العقوبات الاقتصادية لا تؤثر على روسيا بالكامل، ثم في النص ابتدى يقول هي مؤثرة والنمو ابتدى ينخفض، ثم بعد ذلك عاود وقال لا، معدلات النمو بترتفع، أرقامنا كويسة، هنحقق 3% نمو. يمكن آخر رقم نمو للربع سنة كان 5% عشان يعوض النقص اللي كان حصل قبل كده.
الأرقام بتقول إنه في نظريا محاولات لفرض السيطرة على روسيا وتجارتها، لكن روسيا بتصدر غاز وبترول لشركاء آخرين خارج المقاطعة والأمور ماشية، وبالتالي هو حاليا بيلعب على ورقة إيجابية أكتر منها سلبية على الأقل على الوضع الداخلي، وخصوصا أنه ما فيش أرقام تانية بنقدر نشوفها. يعني برضو لازم نفهم أنه في روسيا والدول الشبيهة الأرقام بتبقى كلها هي الأرقام الرسمية اللي احنا بنقدر نعتمد عليها في تحليلنا. طيب ذكرت العقوبات، يعني العقوبات التي فرضت على روسيا، هناك نية لدى دول الاتحاد الأوروبي على فرض الحزمة 12 من العقوبات أيضا على روسيا، هل ستغير أي شيء هذه العقوبات في المؤشرات التي ذكرتها دكتور مراد؟ لا أعتقد أن العقوبات لها أثر، ويمكن لو بصينا على نموذج العقوبات الأمريكية المفروضة لوقت طويل جدا كانت على إيران، أعتقد أنه لم تثمر ولا نتائج ولا تأثير في الدول السلبية. ثانيا روسيا بوجودها في البريكس بتجارتها بالعملات المختلفة مع أكبر اثنين مستوردين بترول في العالم، الصين والهند، ده المنتج الرئيسي اللي هي بتصدره، وتجارتها البينية مع دولها السابقة اللي كانوا ضمن الاتحاد السوفيتي ومصر، يعني أننا في مصر ومصر والإمارات والسعودية برضو أعضاء في البريكس، وبالتالي هي عندها منافذ كثيرة لتتداول، وتجارتها مش بس كمان بالدولار أو باليورو، لكن أصبحت التجارة موجودة بالعملات المحلية. شكرا لك، كنت معنا من القاهرة الدكتور أسامة مراد الخبير في الاقتصاد السياسي، شكرا جزيلا لك.